راح تطلع عندي البراشات اللي موجوده داخل برنامج الفوتوشوب، وهاي البراشات هي الديفولت، هي الرئيسيه، يعني نقدر نسوي الكوستم من عندها ما لا نهايه. السلام عليكم، شلونكم شباب؟ كل عام وانتم بخير، يا رب السلامه والصحه وتحقيق الاماني للكل بمناسبه عيد الاضحى المبارك. وبهذا الفيديو راح اشرح شنو الكوستم اوبشن او السيتنج مال براش. بالفيديو السابق شرحت الاعدادات الرئيسيه بالبراش داخل برنامج ادوبي فوتوشوب 2021 لدوره المبتدئين، وبهذا الدرس راح اشرح الكوستم اوبشن اللي بي السبيسنج والجترينج والديبث، ونفتهمهن وكل الامور اللي تساعدنا شلون نسوي كوستم ابراش او ميكينج للبراش. وبالدرس القادم ان شاء الله راح نسوي الميكينج براش من الصفر، ف يعني عمليه التصنيع للبراش. مبدئيا لازم نفتح برنامج الفوتوشوب ونستخدم الاعدادات مال كوستوم براش. بعد ما نفتح برنامج الفوتوشوب راح نروح من التول بار ونختار البراش، او من الكيبورد نقدر نختار الاختصار مالت حرف بي مثل ما شرحت في الفيديو السابق. فبعد ما اختارينا البراش، طبعا عندي موضوعان مهم قبل موضوع الكوستوم سيتنج، خلينا نشرح شنو السيمتري وبعدها ننتقل للكوستم ابراش سيتنج. مبدئيا السيمتري اللي هو اصلا ماخوذ من الادوبي الستريتر، بس سهلوه حتى نقدر نستخدم نفس الاعدادات بالفوتوشوب. راح نشوف انه فيرتيكال وهوريزونتال ودول اكسس، وعندنا الويفي والسيركل والسبرول وهواية خيارات. فكل خيار من ضمن الخيارات ما طولها عليكم راح نجربه ونشوف شنو التأثير مالته. وعندنا هنا سلطة باث وهنا ترانسفورم وعندنا الهيدن. فنختار مثلا الفيرتيكال، راح يكون الانعكاس عمودي مثل ما تشوفون. اختاريت البراش طبعا، وش ما راح ارسم بهاي الجهة، راح يظهر بالجهة المقابلة. فاسوي اللاير بالبداية ونرسم، و انا مسوي براش يعني قبل المحاضره، فهسه انا ايش راح اسوي؟ راح ارجع على البيسك براش مالتي بهالشكل، واسوي للاعدادات ريسيت طبعا، تمام. زغر السكول مثل ما تشوفون السكوب كان 5000 بكسل، راح نزغره. مثل ما رسمت هنا هذا الشكل انعكس عندي بالجهة المقابلة، وراح ارسم مثلا حرف اي بهالشكل راح يعكس على الجهة المقابلة، وهذه هي نظرية السيمتري. طبعا باكثر من شكل، انا راح اسوي كل شكل على لاير، راح اختار غير لاير وارجع اختار مثلا الدول اكسس اللي هي الاي والبي والسي والدي. فاني شنو ارسم بوحدة من عندها راح ينعكس على الثاني. فمثل ما تشوفون صار عندي التكرار على اربعة. شنو ترسم يعني؟ اوكي، مثل هيج، مثل ما تشوفون شنو ترسم ينعكس على كل الزوايا. و راح نختار غير سيمتري باث، يعني نختار الويفي بهالشكل. فانا شنو ارسم؟ انا راح ينعكس بس بطريقه، يعني ارسم اني فيرتيكال او عمودي راح يعكسه على شكل هوريزونتال او افقي يعني. فهذا هو الويفي. شويه كونفيوزنج او شويه معقده الامور يعني. فراح اختار غير سيمتري وليكن دائره بهالشكل. وكل العمليه مال سيمتري هي نفس العمليه، يعني هو انعكاس بدك يعني. شنو انا ارسم؟ تشوفون شنو انا ارسم هنا؟ راح يجي رسمه داخل الدائره وعكسه داخل الدائره، وهي هاي النظريه. بس الشيء الحلو انه احنا نقدر نسوي الباث مالتنا،
يعني هسه هو مطيني اكثر من شكل، وهو طبعا كل اشكال محدوده، كل شكل تختاره تقدر تعكس بيه شغل مالك. بس مثل ما تشوفون اكو سلكت باث، وطبعا هذا مختفي هسه. شلون نفعله؟ نروح على البن تول بهالشكل ونرسم الباث مالتنا، وليكن انا اريد الباث مالتي يكون بهالشكل ويكون على هذا الشكل. وطبعا هذا الشكل ما موجود بالمنيو بار اللي موجود بالبراش. فصار عندي هسه عندي باثين طبعا، وهذا غلط. فانا ايش راح اسوي؟ راح اروح اختار سلكتد باث واختار ماتي الباث هذا وحده بهالشكل، واجي ارسم بالبراش تول، وراح يصير عندي الانعكاس على الباث اللي انا رسمته. وإذا أريد أخفي الماتي الباث أقول له هيدن سيمت، راح يخفي لي المنطقة اللي بيها الباث اللي أنا دا أشتغل عليه، وهاي كل الإعدادات اللي خاصة بالسيمتري. راح أمسح السيمتري هنا وراح أروح على إعدادات البراش. مثل ما تشوفون البراش إذا أضغط بهالشكل عليه، بس خلي أسوي لاير جديد وضغط بهالشكل، راح يطلع عندي البراش سموذي هنا اللي هو هذا السوفت راوند. واذا كبرت السكول راح تكبر عندي الدائره مثل ما تشوفون. وانا شرحت هذا الموضوع بالفيديو السابق، وهنا اقدر اغير طبعا الزاويه. وبما انه هي دائره فما راح اني اعرف شلون تتغير الانجل مالتها، لان هي اصلا دائره، ما تغير الاتجاه او الانجل او الزاويه، هي تبقى دائره. فانا اريد اضبط الموضوع هذا مال البراش من الاعدادات. اضغط من هذا الايكون اللي هي براش سيتنج مثل ما تشوفون، راح تطلع عندي البراشات اللي موجوده داخل البرنامج الفوتوشوب، وهاي البراشات هي الديفولت، هي الرئيسيه، يعني نقدر نسوي كوستم من عندها ما لا نهايه. يعني انا هسه راح اسوي لكم براشات اصلا ما موجوده برنامج الفوتوشوب، وما موجود ما محملها اصلا، بس انا اقدر اسوي لها ميكينج. هو نفسه انا اقدر اسوي لها ميكينج من هاي الاعدادات. وبالدرس الجاي طبعا مثل ما قلت لكم راح اسوي فيديو شلون نسوي براش كوستيم، مثلا يعني شلون اني اسوي براش على شكل بزون، شلون اسوي على شكل مثلا شجره، فكل هاي الامور، او مثلا براش مال حشيش، شلون اني اقدر اسوي هاي كل هاي الامور من البرنامج نفسه مال فوتوشوب. ما احتاج اني اصلا احمل شيء خارجي، وما احتاج انه استخدم ريسورس مال غير مصمم، او استخدم ملحقات مال غير مصمم. فبشكل بسيط عندنا الشيب داينامكس هنا والسكترنج، وعندنا التكستشر، وهنا الدبل براش والكلر داينامكس والترانسفير. كل ذني راح اشرحهن بهذا الدرس. اعرف راح يطول الفيديو، لكن انا اريد الاستفاده توصل اقصاها، حتى الشخص اللي دا يتعلم البراش يقدر يسوي الشيء بنفسه. يعني انا ما اريد انه بس انت شلون تستخدم البراش، شلون تستخدم البراش بالفيديو السابق انا شرحت، يعني كفايه للناس اللي تريد بس تستخدم البراش، لكن بالاعدادات هنا انا شلون تأهلك انه تسوي ميكينج للفيديو الجاي. فمن الشيبنج عندنا هنا السايز جيترنج، وعندنا بالكنترول مالته سواء كان فيدنج او عندنا الدايل. فعلى اكثر من خيار موجود هنا، انا اقدر استخدم الفيدنج بس والدايل ذني كلش كافي. فشنو الجيترنج؟ مثل ما تشوفون هنا اكو لوحه بيها البريفيو مال براش نفسه. اذا زيدت الجتر مثل ما تشوفون صار شكل البراش، صار شكل البراش هيك مقطع. فالجترنج هو التقطيع. يعني اني عندي البراش مالتي هو عباره عن رسمه، يعني مثل ما شرحت بالباترنات البرنامج يسوي اري، يعني تخلي بيه صورة ويقعد يكررها البرنامج ويسوي لك شكل من عندها. فنفس الشيء البراش هو عبارة مثلا دائرة، والبرنامج مكررها لا ما لا نهاية حتى تطلع عندك سموذي واي.
تعرف شلون او لاين. فالجيترنج يرجعنا وين؟ يرجعنا على التقطيع الاصلي مثل ما تشوفون. انا اذا زيدت هنا راح يصير عندي شنو الجيترنج، راح يصير عندي هيك مثل موج. ليش؟ لانه اكو تقطيع. وبنفس الوقت انا اريد اوضح ليش صار هذا التقطيع، فراح ارجع مثل ما تشوفون هنا، ارجع للصفر وارجع على الاعداد الرئيسي هو برش تيب شيب. اوكي، مثل ما تشوفون هنا السبيسينج 25%، وعندنا هنا السايز 143 بكسل، وعندنا الزاويه كذا والى اخره. تمام، راح نرجع على السبيسينج. مثل ما تشوفون بس لغيت السبيسينج بهالشكل، عندي البراش صار مقطع مثل ما تشوفون، اللي هي 5 دوائر 1 2 3 4 5. طبعا الهاردنس راح تبين عندنا، توضح لنا الشكل، ترجع لنا البراش مالتنا لشكله الاصلي. اوكي، وراح نقلل السايز همينه، راح نشوف انه هذا اللاين عبارة عن دوائر مكررة وصير عندنا خط. اوكي، فاللي افتهمناه انه هم دائرة مرسومة والتكرار مالتها من الاعدادات يسوي لنا هذا الشكل. راح نرجع على السبيسينج واحنا نسوي مينيمال. اوكي، حتى نرجع على نخلي 5 دوائر بهالشكل. اوكي، ونرجع على الشيب داينامكس. اوكي، ونرجع على الجتر سبيد. شوف الجتر سبيد ايش راح يسوي. شو يسوي؟ يبدي من الصغيره للكبيره، من الصغيره يعني يسوي بها امواج، يقطعها يعني دائره صغيره دائره شويه اكبر من عليها وهكذا. من شايفين القلم، القلم من تضغط على كيف الخط خفيف، بس من تضغط هواي يصير بولد. ليش؟ هو هذا الجيترنج يعني التقطيع. بما انه احنا سوينا سبيسينج بين دائره ودائره فصار عندنا هذا الشكل. اذا رجعنا على السبيسينج ورجعناه راح يصير عندنا هذا الشكل، مثل ما تشوفون كل 3 دوائر 4 دوائر لها سيكونس لها تتابع. فراح نرجع الموضوع على الدائره مثل ما تشوفون هيك حتى اوضح العمليه وشلون احنا نقدر نسوي اشكال لا ما لا نهايه بالدائرة. نرجع على الجيترنج دايناميك، وهنا عندنا الفيدنج. اذا نضغط على الفيدنج راح يسوي انه ماكو تناسق، يعني يسوي فيد بين وحده ووحده، يعني تداخلات تصير. وهنا زيد المسافه شلون السبيسنج، بس هنا بالجتر نفسه، لانه احنا اصلا عندنا السبيسنج دي يعطينا هنا سبيس بين كل وحده ووحده مسافات ثابته، بس بالجتر هنا راح يعطينا مسافات بين الكبر والصغر. مثل ما تشوفون هسه الدوائر متساويه، يعني هسه الدوائر انا اللي عندي متساويه، بس انا كل ما اقلل هنا طبعا صار دائره صغيره كلش، دائره كبيره كلش، فهو هذا المسؤول على الجتر. اما الانجل جتر هنا أنا ما راح تشتغل مثل ما تشوفون. ليش ما راح تشتغل؟ لانه عندنا راوند ليس جتر صفر، فما راح يشتغل اصلا. فاحنا راح نجي نزيد الراوند جتر بهالشكل ونعدل الانجل. مثل ما تشوفون الدوائر اختلفت الانجل مالتها. بالبدايه اذا رجع الجتر للصفر وحركت هذا للنهايه الانجل، يعني حركتها وحدثت او زيدت الانجل ونقصتها، ما راح يصير عندي شيء، ما راح يصير عندي شيء. بس اذا زيدت الراوند بس مثلا ليكن 50% بهالشكل، وجبت الانجل حركتها اني، راح اشوف الدوائر راح تتغير الانجل مالتها. شو تصير؟ تصير عندنا وحده بيضاويه، وحده دائريه، وحده ماخذه بالطول، وحده ماخذه بالعرض وهكذا. يعني ما الشكل صار ما بي اي تناسق، يعني تحكمنا بشكل البراش.
فهذا الموضوع يزيد طبعا. انا كل ما زيدت الراوند بلس جيتر صار عندي الشكل يعني صارت عندي البيضاويه الدائره يعني بدل ما الدائره هيك انعكست هيك افترت هيك صارت يعني صارت بيضاويه بالتو دايمنشن بشكل ثنائي الابعاد. وعندنا هنا الراوند بلس اذا زيدناها بهالشكل راح ترجع. فاحنا عندنا راوندلس للجتر نفسه وعندنا راوندلس بشكل عام. وهنا الفليب تو اكس وفليب تو واي يعني اكس على الواي او على الاكس. وهذا الموضوع راجع لكم توتالي يعني كليا. وعندنا السكيدرنج هنا اذا زيدنا بهذا الشكل زاد مثل ما تشوفون بالريفيو هي على خط واحد يعني على سيكونس واحد. اذا زيدنا السكيدر بهالشكل شنو اللي راح يزيد؟ راح تصير اكو عشوائيه بالبراش راح تصير اكو عشوائيه مثل ما تشوفون انه البراش عندنا هسه انا اذا اجي ارسم فاني غير شكل تماما مثل ما تشوفون. اذا جينا زيدنا الكاونت العدد يعني كثافة البراش نفسه او كثافة العدد مادة مثل اللي تشوفون فرق بين هاي وهاي. وهنا الاكاونت شدر راح يزيد عندي الكثافة بشكل مو طبيعي مثل ما تشوفون. طبعا مثل شو اكو تكرار بالموضوع ليش؟ لانه انا مختار من هنا مفعل السيمتري راح اسوي له اوف بهالشكل واخفي اللاير القبله. ومثل ما تشوفون هنا ديوقف عندي ديوقف ليش ديوقف البراش؟ لان هذا يخلص انا مفعل يعني مسوي الشيدرنج هواي مسوي مسوي السبيسنج هواي مثل ما تشوفون صار عندي بهذا الشكل. فاني الانجل مالتي اختلف هسه الانجل مالتي شلون صارت زاويه. الانجل مالتي اريد ارجعها صفر مثلا لازم ارجعها صفر حتى يصير الشغل مرتب. هاي صفر. وهذا الى علاقه بالانجل. التكستشر انا برايي ما راح تستفادون من عنده لانه البراش هو اصلا طبيعته لونه اسود يعني لون واحد الا اذا فعلنا الدايناميك كلر مثل ما تشوفون هذا الدايناميك كلر ونجي نفعل التكستشر ونزيد السكال من هنا مثل ما تشوفون من هنا راح يطلع عندنا البراش لونه يختلف يعني هسه مثل ما تشوفون هو راح ياخذ لون اللي هو اي لون من الار جي بي ويجي يطبقه يسوي راندوم كلر مثل ما تشوفون عندنا هنا راندوم كلر. فطبعا انا راح اختار اللاير جديد بهالشكل واكبر السكيل للاخير 5000 راح نشوف انه راح يعطينا دوائر عشوائيه واشكال لا نهايه مثل ما تشوفون هنا صارت عندنا خلفيه جاهزه يعني البرنامج راسا يعطيك عده الوان راندملي من الار جي بي وكثافه معينه. طبعا راح ازغر السكول بهالشكل حتى نشوف شنو الموضوع مقرب هنا ثاني اكثر من دائره بشكل واحد مثل ما تشوفون هنا وكل وحده لون ليش؟ لانه احنا بنطي دايناميك كلر راح نروح نلغي الدايناميك كلر ونطبق هذا الموضوع نفسه مثل ما تشوفون نلغي الدايناميك كلر راح نشوف انه بس ازرق صارت من الموضوع راح نوخر التكستشر هنا ما راح نلاحظ شيء ليش؟ لانه هنا الاوباسيتي 100% راح اسوي ملتيبلاي راح نشوف انه بقى راح يصير تكستشر على بالك شلون اكو شفافيه بي يعني
تطلع الخلفية اللي ورا، والكونترست اللي هو ما احنا طبعا ممكن نشوفون احنا عليه اللي يطلع عندنا الشكل مات. بس الانجل اني بالنسبة لي الانجل هنا تلعب دور هنا، تصير عندي الانجل مو مضبوطة 100%، والانجل منه انا غلط راح ارجعها صفر بالشكل، وارجع الهاردنس. الهاردنس هو المسؤول على الحدود البلور، يعني شلون احنا نقول البلور مال الانجل. اها هسه صار عندنا بهذا الشكل، نقدر نتحكم تحكم كامل. مثل اللي تشوفون انا سويت السكول مال، مثل اللي تشوفون انه عندنا اذا خليت التكستشر صارت مناطق بيضه ومناطق يعني مناطق غامقه ومناطق فاتحه. ليش؟ لان راح يجي يطبق هذا الباترن اللي شرحته بالفيديو السابق، اختارت سوودر هنا راح نشوف انه جهه صارت طوق وجهه صارت فاتحه، وطبق الباترن على البراش. واذا اخترينا الدول براش حددنا نقدر نختار مثلا هذا البراش بهذا الشكل، راح يطبق راح يصير عندنا شكل، يعني شكل الدائره راح يتغير تماما بعد ماكو دائره احنا فقدناها. ليش فقدناها؟ لان احنا غيرنا خصائص هاي الدائره لاشكال ثانيه. لنفرض هذا البراش، نشوف خليه يكبر ونطبقه هنا، فهي بقى دائرة، بس هو اصلا تطبيق البراش بعد ما بي اي دائرة، يعني الموضوع ما بقى شيء اسمه دائرة. واذا اجينا على الكلر داينامكس طبعا مثل اللي تشوفون تكرار الالوان هنا يختلف، وعندنا راح يصير شلون الالوان المائية نقدر نكرر، عبالك نقدر نرسم لوحة بالالوان المائية، وبهذا الاوبشن نقدر احنا نطبق فعلا هاي خصائص. وبالترانسفير نقدر نحدد الشفافيه مال جتر نفسه، يعني مثلا راح اسوي تطبيق بسيط بس اوخر الدايناميك كلر بالبدايه حتى يصير واضح، ونختار لون احمر. شوف نرجع على الترانسفير بهالشكل، مثل ما تشوفون اللون الاحمر فاتح، راح اقلله هسه للصفر، لو باسيتي صفر فزاد الطواخ، راح اسوي 100%. فطبعا اكو فرق بين الجتر، واذا رحت سويت فيد هنا ورجعته 50% بهالشكل راح اشوف انه التاثير مال اوباسيتي قل. راح اسوي جتر فلو مثل ما تشوفون، بس قبل الجتر فلو خلينا نسوي ماكسيمم للفيد حتى بس اوضح لكم المثال. صار عندي فولو للبراش نفسه، صار اكو بين كل وحده ووحده تقطيع، وبنفس الوقت انا من دا استخدم الماوس بيصير عندي انه يظل مستمر، حتى لو اهد الماوس اني هو يظل مستمر لحد وين؟ لحد ما اني اهد الماوس لحد المنطقه اللي انا حددت الماوس بيه، فهو يظل يتحرك. يعني انا راح اضغط من هنا لهنا، هو يظل يتحرك ياخذ ويا. وبهاي الطريقه طبعا شرحت اكثر من اوبشناني، او غطيت معظم الاوبشنات. وانا اشكركم كلش لانه شفتوا الفيديو، اتمنى تسوون سبسكرايب ولايك وتدعمون هاي القناه حتى استمر اقدم لكم محتوى. واي سؤال او اي استفسار يعني يكتبوه بالكومنت يخص القناة، ويحاول انه يطورها، او اقتراح مالتكم يكتبوه واني راح اقرأه وراح اجاوب. تحياتي لكم.